النساء في المدينة الصغيرة. أنا تحقق في جمعية أمان للمطاف المنية الحاجب من سنة 2012 كمتطوعة. علاش تطوعت في الاشتغال مع الجمعية؟ إيمانا وبالدفاع عن قضايا ديال النساء في جميع التجليات، يعني الدفاع عن الحقوق القانونية. في إطار الاشتغال ديالي مع الجمعية تتعلق بالشق ديال تقديم المساعدة القانونية بالنسبة للنساء ضحايا العنف اللي كيوجهوا للجمعية، نظرا كتعرف لأن كاينة الأمية القانونية، أغلبية النساء ما عارفينش شنو هما الحقوق ديالهم، مش عارفينش المصادر اللي خاصهم يتخذوها في إقامة دعاوي ولا في سلوك مسطرة معينة من المصادر في مواجهة يعني أنشاني أو الزوج أو يعني الطرف الآخر. فقلت لك كما انا كنقدم المساعده القانونيه للضحايا هادو في جميع المجالات، لكن للاسف رغم زعما هاد المساعدات هادي الا اننا كنبقاو واحد الاشكاليه كبيره في التعامل مع الحالات ومع القضايا ديال النساء بصفه عامه. من اي ناحيه؟ اولا بعد من الولوج الى المحاكم، فأغلبية النساء كتعرف بأنهم أميات يعني في إقليم الحاجب أو إقليم أو في الضواحي، يعني كاينة كما قلت لك الأمية، يعني كاينة الأمية القانونية وكاينة الأمية بصفة عامة. إذا المرأة فاش كتولج للمحكمة كيستعصى عليها الأمر أنها غير بعدها تاخذ معلومة كيفاش أنها تسلك مسطرة من المصادر. كما قلت لك يعني ان حتى التعامل ديال جهاز القضاء، يعني المحكمه موظفينها قضاتها بكل شيء، يعني كاين واحد التمييز كبير ضد النساء، لغويا اقتصاديا اجتماعيا. من هذه الناحيه القوانين كذلك، القوانين رغم ان كاين قانون القوانين، كنقولش انا كاين مشكل ديال القوانين، ما كاينش واحد الازمه ديال القوانين كثرت ما كاين ازمه ديال تفعيل هاد القوانين، يعني القانون الجنائي، قانون المسطره، قانون مدونه الاسره، قانون 103/13، يعني ها القوانين عندنا ولكن كيفاش نفعلوها ونطبقوها هي اللي كاين واحد الاشكاليه. وبالنسبه حتى للضحيه ما كاينش عندها واحد التوجيه، يعني واش غادي في الحاله ديالها واش غادي نديروا قانون 103/13، واش غادي نستعملوا مدونه الاسره، ولا يعني كيكون واحد الخلط ديال القوانين، ما كاينش واحد التوجيه. استاذ سؤال، هل هناك ازمه تحيين لا ميزا جور ديال هاد القوانين مع السلطه التنفيذيه ككل او القضاء او تحيين لا ميزا جور؟ يعني كما قلت لك راه الجمعيات كتضعف منذ زمان باش انها تخرج لنا واحد القانون اللي كيتلائم مع الحالات مع القضايا ديال النساء. يعني راه كنذكر جمعيات حقوقيه ترافعات في هذا المجال منذ 2008 حتى صدور قانون 113، ولكن هذا القانون خا ما جاش وفق داكشي اللي حنا باغيين كحقوقيين ولا كمحامين ولا كجمعويين، ولكن كتلقى بان القضاء واخا راه قلت لك قبيله ما كايناش ازمه قانون كثر ما كاينه تطبيق القانون، يعني القضاة للاسف ما مكونينش في المجال الحقوقي الدرجه الاولى، لان راه كنت كتعرف بان الدستور جات يقول لك بان المواثيق الدوليه تسمو على القوانين الوطنيه، ولكن الاغلبيه ديال المحاكم وديال القضاة ما كيستعملوش هاد المواثيق الدوليه وكيستعملوا فقط القوانين الوطنيه. واش انا كنشوف بان الاغلبيه ديال القضاة ما كاينش عندهم تكوين حقوقي في هذا المجال، والاضافه ان حتى المحامي للاسف كاين بعض المحاميين ما كيستافدوش من التكوين في استعمال هذه المواثيق الدوليه، لان القاضيه شنو كتجيب له ميل فراد داك المحامي هو اللي كيوجد الميل ماشي القاضي. المحامي للاسف كاين الاغلبيه ديال المحامين ما كيستعملوش المواثيق الدوليه اللي هي اللي كتنصف المراه في بعض المجالات، ما كيستعملوش حتى في المذكرات ديالهم ولا في الشكايات ديالهم ولا حتى في القوانين، يعني ما عندهمش حتى المام بالقانون ديال 103/13، واخا
كاين الاغلبيه ما كيستعملوش.